طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. نقصان كبير ونقص كبير. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإحصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. نعم. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. أهلا بكم من جديد. يعقد البرلمان اليوم السبت جلسته الجديدة المحددة مسبقا لانتخاب رئيس له ونائبين، في ظل مخاوف من عدم إمكانية انعقاد الجلسة بسبب تسريبات عن قرارات مسبقة لعدة كتل بعدم الحضور لإفشال اكتمال نصاب جلسة اليوم. لغاية مساء أمس الجمعة لم يتوصل أي من الأطراف السياسية التي تدعي تمثيلها لأهل السنة في العراق إلى مرشح واحد يقدمونه لشغل منصب رئاسة البرلمان، رغم أن بعض الكتل اتفقت على مرشح واحد كما في المحور الوطني الذي اختار محمد الحلبوسي مرشحا له، لكن على الجهة المقابلة ما زالت كتل أخرى تتمسك بمرشحيها، ويجب على البرلمان أن يمرر منصب الرئيس ونائبيه من خلال تصويت 166 نائب بواقع نصف الأعضاء زائد واحد، وهو ما يعني بأن المهمة لن تكون سهلة على أي من المرشحين المتنافسين. وجود أكثر من ثلاثة مرشحين يعني أنه ستكون هناك جولة ثانية وحتى ثالثة للوصول إلى فائز إذا لم تحسم من الجولة الأولى في حال اكتمال النصاب بكل الأحوال. طبعا هناك حديث بأنه محمد الحلبوسي مرشح المحور الوطني يتقدم، وهو تشكيل سياسي المحور الوطني سياسي محور سياسي أعلن في منتصف الشهر الماضي ويضم ست قوى سنية مختلفة حازت على 53 مقعد نيابي. السباق لرئاسة البرلمان على أسامة النجيفي ثم طلال الزوبعي ومحمد تميم. مسؤول حكومي وهو في يعني تحدث بأنه أحد أعضاء تحالف الوطنية، وهو أحد أعضاء تحالف الوطنية هذا المسؤول الذي صرح إلى صحيفة العربية الجديد بأن المعلومات تشير إلى أن بعض الذين قدموا ترشيحاتهم سينسحبون مقابل صفقات معينة مقابل أموال. بلغ عدد المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان 9 أعضاء، هم أسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي ومحمد تميم وأحمد خلف الجبوري وأحمد عبد الله الجبوري وطلال الزوبعي ومحمد الخالدي وخالد العبيدي ورشيد العزاوي. وفقا للمسؤول فإن بعض المرشحين وافقوا على سحب ترشيحاتهم من المنافسة على منصب الرئاسة لقاء منافع مالية أو مناصب في الحكومة الجديدة، مبينا بأن هذه المعلومات وصلت إلينا من قيادات سنية أبدت امتعاضها كما يقولون، مما وصل إليه الحال بالكتل التي تقدم نفسها على أنها ممثل عن العرب السنة في العراق. طبعا البرلمان مثل ما نشوف عاجل على الرافدين يعقد جلسته للتصويت على رئيس المجلس، محمد تميم وأحمد الجبوري ينسحبان من الترشح. اليوم حديث هناك حديث بأنه مصادر إعلامية كشفت نقلا عن مسؤولين حكوميين بأن أكبر صفقات الفساد يجري العمل على تمريرها لبيع منصب رئيس مجلس النواب، وأكدت المصادر بأن أحد مرشحي منصب رئيس البرلمان رفض مبلغ 15 مليون دولار قدمه مرشح آخر لقاء انسحابه، إلى أن الثاني رفض العرض مطالبا برفع المبلغ إلى 30 مليون. لو تعطيني 30 مليون دولار لو ما انسحب، واصل السعر إلى 15 مليون دولار طبعا مع ضمان حصوله على منصب في الحكومة الجديدة لقاء تخليه عن الترشح لمنصب رئيس البرلمان. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ ذكرت على مود المزايد اللي صاير 15-30 مليون قليلة، والله هذا 4 سنوات راح يضرب الأول والتالي، يحصل أحس مليارين، شوف جيد مليارين ونص، والله قليلة، شوف جو راح يضرب ما عدا الراتب هذا
30 مليون اللي هم لو يسووها مزايده مثلا على احدى القنوات يابان يدفع 50 وذاك يدفع 60 يوصل اخر سعر الجد. زين بس ما ادري شلونهم. بس انا ما اصدق هذا الشيء استاذ عمر صراحه. نعم. هذا الشيء اللي يقولوه على المزايده هذا كله انه بيخوفون بقيه الكتل. انه دير بالكم ترى ما نقبل هذا الشيء، ما هذا اجى بفلوس واجى بفلوس ذاك الدفع وهذا المناصب وكذا. هذا شيء مستحيل يصير هذه الفتره، هذه يعني فتره مثل ما يقول المرحله القادمه. لكن التوافقات اللي راح تصير على هذا طبعا ماخذين دول اتحاد القوى الوطنيه والقوميه والاسلاميه ومثل ما يقول هذول الاشتراكيه وغيره وغيره. هذول امرهم مو بيدهم، امرهم بيد امريكا 100%. هم وجماعه مقتدى وجماعه حيدر اللي باقين ويا حيدر والاكراد كذلك. هم الاكراد جوكر جوكر طايف وين ما تقوم يوكرون مقابل بعض المصالح الصراحه. نعم. زين اما بالنسبه لفتح ونوري وقايت وغيره وغيره هذول الصور يريدون ابعادهم عن المشهد باكمله. لانه هذول بقائهم في المشهد راح ياثر عليهم، لازم يعطوهم وزارات، لازم يعطوهم مناصب، لازم يعطوهم شغلات اخرى مثل نواب رئيس الجمهوريه. هاي راح تنطي حصانه، هو اللي ينطي حصانه برلمانيه عاديه ما ينطي حصانه وزاريه او نائب رئيس وزراء او نائب بالبرلمان. يريد ينطي حصانه يعني برلمانيه بالانتخابات صارت على مود بعدين من يسوق ايران هذول اللي يسوقهم وياهم سوقه واحده. نعم. فالقرارات يمكن اذا صدرت اليوم هسه احنا عندنا ابو عمر من التسعه انسحبوا اثنين هسه في خبر عاجل طبعا يعني تم عقد الجلسه محمد تميم واحمد الجبوري انسحبوا من الترشيح لرئاسه البرلمان. هذا مو يمكن من الصح الاخرين ينسحبون اربعه الاخر، خمسه الاخر يكون اثنين ينتخبون واحد منهم، شو محمد الحلبوسي او اسامه الجيفي، هذول اكثر شيء عين عليهم. اسامه الجيفي انت صادقا كنت موجود وكنت بالبرلمان اربع سنوات، انت سويت انت رحت ركعت الايران. يعني لو تسكت وتضم راسك وتحترم نفسك اشرف لك، انت ايش سويت؟ زين انت ولا سليم ولا غيره وغيره اللي قبل الجوي سويتوا انت المشهد هذا ما موجود، صادق انا كان يوم المشهد هذا، انت ايش رفعتوا؟ انت شاركتوا في فتح المناطق السنيه للتحالف الشيعي الايراني العراقي، انتم ما لكم كل حق اصلا ترفعون راسكم بين الناس ولا حتى هذا عياد عياد علاوي وش له علاقه بالسنه؟ عياد علاوي هو واحد شيعي والماني يعني شغله بعد عنه، انتم شو لكم علاقه به؟ يعني هذا مثلا يلا هي مو بس جماعه مثل ما يقول اتباع الدجال عور هوايه سنه وشيعه مو بس هاي علمانيين وليبراليين ما شاء الله كلهم هم، بس هذه المره يريدون يجيبون رئيس وزراء انا شرحت لك يعني استاذ عمر يريدون يجيبون واحد علماني ليبرالي يكره الدين، من تقول له قال الله وقال الرسول كانما وجه راسه يتحرك وجه راسه يتحول الى سواد، يجيب من هذا النوع ما من العلمانيين والليبراليين يحس عباله خشب يسمع تقول ضربه بنعال على وجهه. زين ما يقبلون هالكلام هذول العلمانيين القح مثل ما يقول الاصليين يكرهون هذا الكلام، هذا قال الله فهم يريدون يجيبوه حتى وان كان شيعي. يدورون يجيبوه يطلعوه من جو الزع بس منو راح يجيبون؟ انا متاكد يمكن يعيدون سهرات عياد علاوي هو واحد من عندهم طبعا يعيدون سهرات وعنده سهرات هو ويا ايران بال 2010 ما ضحكوا عليه ويرجعوا له اعتباره وقيمته وقد يجيبون واحد من خارج الساحه. زين ابو عمر اذا منصب رئيس السلطه التشريعيه ينباع يعني والجماعه يقول لك احنا حرصنا على تشريع قوانين لحماية المواطن العراقي لحماية المستضعفين في العراق، إذا المنصب مالته اشتراه بكذا مليون شلون راح نضمن احنا اربع سنوات النوب يعني يكون هذا رئيس البرلمان نزيه؟ استاذ انا اقول لك يعني مضمونه مو مثلا ما يقدر واحد يشتري مستحيل نعم. عمر هسه نواب التحالف هسه عاجل اذا تشوف على الرافدين نواب تحالف سائرون والحزب الديمقراطي الكردستاني
ينسحبون من جلسة مجلس النواب، يعني راح لا اليوم ماكو اختيار رئيس إذا ظلوا منسحبين. لأنه القرار بيد أحد، القرار مو بيد أحد، أحكي لك يا صراحة. نعم. ليش ينسحبوا؟ على أي أساس الدائرون ولا الأسراد؟ لأن القرار بيد أمريكا، من توافق أمريكا الكل والكل المعادي المعسكر الأمريكي المعادي للمعسكر الثاني كلها راح تجتمع وراح تشوف حتى نواب منفتح إذا كانت جلسة اختيار رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية اختراع سري. شوف حتى نواب منفتح ويا نوري ويا حادي ويا قيس هذول كلهم راح يوقعون إلى جماعة أمريكا. بصراحة لك يا 30 40 50 60 نائب خافت يبيعون شرف وبراس حادي وبراس نوري وبراس قيس لهم يبيعوها من جو لجو. اكو اتصالات. نعم. لكن بعد القرار ما طالع الطبخة ما طالع ما صايرة. اتصور هوية راح تتأجل إلى أن يشوفون مصير إيران، هو لا أكثر ولا أقل. هاي العقوبات القادمة. ثانيا أنت في محرم، أنت في محرم ومحرم خطر جدا ونهاياته قريبة من آخر العقوبات القوية المفروضة على إيران. يعني لا سمح الله قد تكون تأجيل، لأنه مئات الآلاف من الإيران راح يدخلون مو بأموال بالدولارات، راح عندهم أموال عراقية صرفة. أنت عندك تعبئة سياسية بدون يسوون تعبئة للباسيج مثل تعبئة قوات تعبئة، يقول لك هذا ننطيه سلاح وننطيه راتب ويقعد بالبيت ما يداوم ويانا، ننطيه 100,000 400,000 زين أنت منين راح تجيب دولة؟ راح تجيبهم من دول المتأخرين من البصرة من العمارة من الناصرية من هذا، هذول المظاهر ضدك راح تجيبهم مجبور. يقول لك ما عندي أكل، ما عندي جوعان عطشان مريض، ما عندي كل شيء، ما عندي وظيفة. هذا 30,000 يوصلها إلى 100,000. يقول لك أنا أحرقها أحرقها أحتزمها في الحرقيرة. خلي ما هو مليار دولار 1200 مليار 1250 مليار دينار. زين أنت هذا أنت هاي معسكرات إيران. فيقول لك تقعد بالبيت. أما الإيراني تجيبوه يجيبوا لهم 10,000 20,000 مقاتل من خلال زيارة محرم يجيبوه يدخلوه. ألو أبو عمر أسمعك. أسمعك أبو عمر. فيجيبوا يدخلوه معسكرات يقعدوه مقرات أحزاب كلها. أكو ناس بصراحة شيعة العراق الغالبية العظمى، يعني أنا شو ما أشوفها هي مؤيدة إلى إيران، أنه الإنسان يولد بالفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يولد بالفطرة. هو ولد بالفطرة على الدين، ما ولد على العقيدة الفكرية. هذه العقيدة الفكرية وراء 20-30 سنة يأخذ الشهادة، يعرف هذا الحزب شنو، يعرف هذا الحزب شنو، يلا يفكر به لو ينتمي لو ما ينتمي. هو ولد خلاص أكثر موالين لإيران خايفين على دينهم. المرجعية مالتهم خايفة. أنت تشوف تغير الخطاب في المرجعية يا أستاذ عمار. ليش تغير الخطاب؟ تقول لك اطلعوا تبتعدوا عن المشهد على مود يكون عندنا نستطيع أن نحافظ على القرار الشيعي من خلال المرجعية الدينية اللي هم إيتام الولاية ومن خلال القادة الجعفرية السياسية على أساس. نعم. شلون هم عليهم العين؟ أبو عمر من السليمانية كان معنا اتصال. أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو أحمد. شلونك أستاذ عمر؟ حيك وحيا القناة. الله يسلمك الله يخليك. بالنسبة لهاي الحكومة وهاي الديمقراطية مالتهم اللي جابوها علينا، هاي جاي يرشحون ويقطون على الفساد مالهم. يجيبون من هذا يحطون هذا مكان هذا بيناتهم الدولين أهداف. هم مشاركين بهالكعكة اللي سموها وعافوا الشعب العراقي. يا أخي ماكو واحد رجل مهني ويخاف الله ويضحك على هذا الشعب المسكين. هذا شعب انتهى، شعب انتهى. يا أخي غير أكود الرجل المناسب بالمكان المناسب. يا أخي ذولا مو مهنيين، هذولا ما يقودوا البلد. احنا نريد نظام رئاسي يقود هالدولة هاي العراقية اللي عمود الفقر للأمة العربية العراق. يعني احنا هاي اعضاء مجالس المحافظات وهاي المجلس هذا اللي قاعد، يعني شوفت ياهم تقول صنم قاعدين، لا حد يأتي لا حد يداعي للشعب لا شيء. اخويا ملجمين ما بديهم شيء.
الامر كله جاي يجيهم من ايران يا اخي، هذول ما بديهم سيول، لا حول ولا قوه. فاحنا نريد نظام رئاسي ونريد قياده حكيمه تحكم البلد هذا بحزب واحد. وعلمنا الاولي يريد يرجع، علمنا الاولي، علم العراق. احنا الشعب راح انتهى يا اخي، نريد الجيش الاولي، نريد القياده الاوليه، نريد الجيش النظام السابق يعيد نظامه ويحافظ على ثروات البلد، على حدود البلد. احنا سينا بيد هاي الاحزاب يا اخي والميليشيات استاذ عمر. شو تشوف على موضوع بيع منصب رئيس البرلمان؟ يعني السعر واصل ل 30 مليون دولار. يعني هي صارت بيع وشراء. هو يسموه حكومه هاي يا اخي، يروحون بسوق مرندي. بسوق مرندي راح يقعدون ويقوموا يتاجرون ويبيعون بالمناصب. هاي مو مال مجلس نواب وقودون حكومه. هم يبيعون الشعب العراقي وهم يبيعونه. نعم. يعني وش خلهم من الشعب العراقي؟ فرهدوا وهم الشعب العراقي، ناس تشتري مناصب من ناس. وانا اشكرك استاذ عمر. أشكرك أبو أحمد دلنا الرمادي كان معنا. طبعاً وفقاً للمسؤول اللي بتحالف الوطنية اللي تحدثنا عنه قبل اتصال أبو عمر من السليمانية، قال بأن بعض المرشحين وافقوا على سحب ترشيحاتهم من المنافسة على منصب الرئاسة لقاء منافع مالية أو مناصب في الحكومة الجديدة. بيّن بأن هذه المعلومات وصلت إلينا من قيادات سنية أبدت امتعاضها مما وصل إليه الحال بالكتل التي تقدم نفسها على أنها ممثلة عن العرب السنة في العراق، وأشار إلى أن بعضهم سينسحب خلال جلسة اليوم السبت، وآخرون قد يتنحون عن المنافسة بطلب مقدم لرئيس البرلمان المؤقت رئيس السن محمد الزيني. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. إذن الجلسة تعقد، محمد تميم النائب محمد تميم وأحمد الجبور ينسحبان من الجلسة، نواب تحالف سائرون والحزب الديمقراطي الكردستاني ينسحبون من جلسة مجلس النواب التي من المقرر أن يتم اختيار فيها رئيس للبرلمان ونائبيه. معنا اتصال أبو حيدر من الفلوجة، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. تحيه لحضرتك وتحيه لقناه الرافدين. حياك الله يا اهلا بك. استاذ عمر، بالنسبه للموضوع احنا عندنا مثل بالعراق يقول هي نفس الطازه نفس الحمام، هي نعم. نفس الوجوه. يعني انا بدي اعرف اكو شخص جاء جديد، ما هي نفس الوجوه الفاسده، نفس العصابه الحاكمه البلد صار لها من الاحتلال الجاي، هي نفس العصابه اللي تحكم البلد. مجرد يغيرون المناصب، هذا خلوه رئيس وزراء، ورا اربع سنين خلوه جزء وزير داخليه وزير دفاع، نفس الوجود. انا قصدي يا استاذ عمر، اقسم بالله العظيم اذا العراقي يتامل خير، والله العظيم يقولون عليه متشائم، لا يتامل كل خير، ما دام هي نفس الوجود اللي تحكم هذا البلد، نفس العصابه، نفس القتله، نفس الفاسدين، اقسم لك بالله العظيم ابد ابد ما نشوف الخير. استاذ عمر تسمعني؟ اسمعك واضح. استاذ عمر، اما بالنسبه اللي بده يصير المهزله اللي بده تصير هاي مال مجلس النواب، يعني انا ما شايف خلي العراقي بس يحللها. اكو منصب سيادي، منصب تشريعي، هو اهم منصب من كانت الدوله، صحيح مو هسه. اهم منصب هو رئاسه البرلمان، منصب تشريعي هو يشرع القوانين. زين، هذا اذا اصلا صاحب المنصب هو فاسد وحرامي.
اشترى المنصب ماله بفلوس، فكيف القوانين اللي راح يشرحها؟ شلون يشرحها؟ انا متاكد قوانين فاز افسد من عنده. فقصد يا سيد عمر اقسم لك بالله العظيم، ولو خاف ان اطلع من الموضوع شوي اخرج عن الموضوع، كل عراقي ابن البصره ابن الجنوب وخاصه اهل البصره، ولا يجوز مو موضوعنا، يا اخوان ابقوا على مصلحتكم، ترى ما يفيدكم هاي الحكومه بالله العظيم، ما تفيدكم لا تقديم ولا تاخير، لا بالعكس اخرتنا، اخرت هذا البلد اخرتنا الف قرن، الف قرن اخرتنا هاي الحكومه الفاضله. ما يفيدكم لا رئيس برلمان جديد ولا رئيس وزراء جديد ولا رئيس جمهوريه جديد، لان كلهم نفس الوجوه ونفس العصابه اللي حكمت هذا البلد 15 سنه ودمرته، هم نفسهم باقين وباقين. هم ازيدك من الشعر بيت، باقين ترى برضا امريكا وبرضا ايران. امريكا وايران ما تريد تجيب غير هالشله الفاسده حتى تنهي هذا البلد ونهته، وحتى تنهي العرب ونهتهم، وحتى تنهي الاسلام. بس ان شاء الله يبقى الاسلام ما ينتهي. وانا اشكرك استاذ عمر الله. شكرا ابو حيدر من الفلوجه. مثل ما نشاهد اعزائي المشاهدين على شاشه قناه الرافدين، نواب ائتلاف الوطنيه والقرار والجبهه التركمانيه ينسحبون كذلك من جلسة التصويت على رئاسة البرلمان. إذا النواب ائتلاف الوطنية والقرار والجبهة التركمانية والسائرون والحزب الديمقراطي الكردستاني ينسحبون من جلسة اليوم. طبعا المرشح لرئاسة البرلمان أحد المرشحين التسعة طلال الزوبعي يعني نفى انسحابه من الترشيح، وأوضح في بيان تلقت يعني في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك يعني وسائل إعلام عراقية تحدثت عنه، بأنه ما زال عضو في ائتلاف الوطني الذي يتزعمه إياد علاوي، وأن وجوده مع كتل أخرى لا يعني انضمامه إلى أي منها، وذلك في معرض رده على ما تناقلته أوساط سياسية من وجود انشقاق داخل تحالف الوطنية خصوصا بين الأعضاء السنة في القائمة. وقال مسؤول في الدائرة الإعلامية في البرلمان بأن جميع الإجراءات اللازمة لعقد الجلسة قد اكتملت، وتم إعداد أجهزة التصويت الإلكتروني وكذلك الأوراق في حال تقرر أن يكون التصويت يدويا لاختيار الرئيس ونائبيه. ولكن مع ما شاهدناه هذه الانسحابات من قبل تحالف سائرون، الحزب الديمقراطي الكردستاني، ائتلاف الوطنية والجبهة التركمانية والقرار، يعني بات يعني ربما نقول من المستحيل أنه يتم اليوم التصويت على أو اختيار رئيس للبرلمان ونائبه. طبعا من المفترض أن تحدد جلسة اليوم في حال يعني طبعا مثل ما تحدثنا يعني يبدو أنها قد فشلت بالفعل على اختيار رئيس البرلمان. يعني الكتلة الكبرى أو المعسكر الذي له الكفة داخل البرلمان اختيار أحد مرشحي الكتل السنية المتضمنين أو المنضمين إلى معسكر رئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي انسحب نوابه قبل قليل، يعني بأنهم الكتلة الكبرى والعكس صحيح. هذا بحسب ما تقرأه بعض يعني من داخل قبة البرلمان أو من داخل العملية السياسية. هناك ثلاثة مرشحين مدعومين من معسكر رئيس الحكومة السابق كذلك، نور المالكي ورئيس تحالف الفتح، الجناح السياسي لميليشيا الحشد هادي العامري. يعني النائب عن تحالف القرار أحمد المشهداني قال بأن الجلسة يتوقع أن تكون مليئة بالمفاجآت، وبالفعل يعني شاهدنا قبل قليل هذه الانسحابات المتتالية لأن عدد المرشحين كبير. وكما يقول أحمد المشهداني أعتقد بأن هناك ردة فعل حيال هذه الفوضى سيظهر تحت قبة البرلمان، وأوضح بأن هناك ضغوطا خارجية مورست وما زالت وستكون حاضرة اليوم ولها بصمة في اختيار رئيس البرلمان. وأوضح القيادي في تحالف البناء معسكر المالكي العامري النائب علي شكري بأنه من المؤكد أن الجلسة ستعقد، واعتبر بأنها لا تحتاج إلى نصاب على اعتبار أنها جلسة مفتوحة، ولكن نحن بحاجة إلى النصاب للتصويت على رئيس المجلس ونائبيه. معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمر أهلا بك. المنصب وصل إلى 30 مليون دولار بحسب مصادر من داخل العملية السياسية، وشاهدنا انسحابات من قبل كتل سياسية، سائرون، الحزب الديمقراطي الكردستاني، القرار، الجبهة التركمانية، الوطنية. شلون تشوف اليوم
الجلسة في البرلمان لاختيار رئيس البرلمان؟ والله شو عمر، هو العراق كله انباع. نعم العراق كله انباع، ما بقى شيء يعني، بقيت على البرلمان فما كنت أغير، هم نفسهم راح يجون والصورة سوداء اللي ما قلت لك البارحة، صورة سوداء يعني أشوفها. يعني مستقبل العراق لا يبقى بأيادي هذول المجرمين، دم شهداء البصرة بعد ما ناشر أخ عمر. نعم هم يجتمعون يدوا مناصب ويزورون ويجتمعون ويشترون، يعني دم شهداء مفروض في التحقيق شهداء البصرة. يعني هسه حاليا شو يطمح عليه، ما يطمح حسين سلام الله عليه، خلينا يطمح على الشباب هاي راح ببلاش على مود مي وعلى مود كهرباء وعلى مود يعني عمل، يعني هاي مستلزمات الحياة. يعني دول شنو البشر، ما عندهم احساس، ما عندهم شعور، ما عندهم انسانيه. يعني دول يعني تاريخ العراق ما مرت فيه قياده بالعراق اخ عمر، تاريخ العراق يعني هم دول جوا على اساس مظلوميه نقبلها من صدام حسين. هم صدام حسين كان يسموها عراقيين العصر الذهبي يا اخ عمر، يعني سواء صدام حسين، فهذول ما نتوقع منهم شيء، لان لصوص فاكيد يبيعون يسوون مصلحتهم وبس، مين هم الشعب العراقي. ومرجعية موقفها ضعيف حاليا يعني، ما قاعد تستنكر وهي الظهر وياهم يعني، فالصورة سوداء حمار، وأنا أشوف أنه مستقبل العراق يعني مظلم يعني صعب. زين محمد، جزئية نعم جزئية موضوع سعر المنصب، يعني هذه التسريبات وصلت إلى 30 مليون، يعني ربما تصل إلى أكثر حسب المزايدة. زين الجماعة يوشون ويقول لك إحنا والله ما عدنا فلوس، وده نشوف مأساة البصرة، مي ما عدنا. الوضع مخزي. يعني 30 مليون دولار مو بس تحل مشكلة المي بالبصرة، تحل مشكلة أي محافظة تعاني من هذه المعضلة، معضلة المي والخدمات. عمرها تصير بهولندا كارثة، إذا صارت بهولندا كارثة. فالشغلة يعني هاي ما تصير عيب، يعني عيب عليهم، ولا هم ما يعرفون العيب. يعرفون العيب عشان يشوفوا الشعب نعيم. شوف الدول وين تقدمت والعراق رجع لورا. نعم. هذول متآمرين يريدون يدمرون الشعب العراقي، انتقام، تصفية حسابات أبو عمر. هذول جايين حتى ينتقمون من عندنا. زين تحية لك أخ عمر المشاهد. أنا أشكرك محمد من هولندا، كان معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل. تفضل أبو مصطفى. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ العزيز، بالنسبة للبرلمان هذا ما مو برلمان، احنا العيب بينا احنا العراقيين، احنا متشتتين، افكارنا متشتتة، هم نفس الوجوه هذه الكالحة. يعني شنو اذا زيادة وعمر صار منهم نفس الشيء، يعني ما يتغير عندنا شيء. شوفوا احنا القتل بينا وهم ولا كأي شيء صاير، ملتهين بالبرلمان، من نعلت الله عليكم وعلى برلمانكم، انتم كلكم جرثومه، انتم هذا اللي الامريكي والمجوسي والصهيوني جاكم على رقابنا عنوه عنا. يعني لو تجي حضره العراقيين كلهم ما راضين بهذا التصرف، يشترون هي بالمزايدات هاي كل، حتى الانتخابات استاذ عمر، بالنسبه للانتخابات احنا على ديناك وكم واحد عندنا هنا نعرفهم زين، يقولوا يحشون يقول احنا زورنا، يعني قد ما فازوا كله تزوير هو. هذا هو بالترشيح، فيتباشرون راح يجيني هالقد يجيني هالقد، بيناتهم البرلمانيين لاحظ من يتعاركون بالبرلمان، خل يسمعوني العراقيين زين، امام الكاميرات يتعاركون على عركة، شوفها تقول والله صحيح، لكن ما يخلصون وراء بيناتهم شو يقولون؟ هي يا الله انا قدرت عليك، هذاك يقول لا والله انا قدرت عليك، شوف وكأنهم مضعفة، يعني ما عندهم وابيهم واحد عنده شخصية يعني يقود هذا البلد. هذول كفر كفر والله كفر، حتى عيشهم العلاق هم وعوائلهم، لأنه كلب راح يخلف كلب، مثل ما عبات بخلفوهم وجابوهم علينا المجوس واليهود، راح نفس الوضعية راح تصير لنا احنا للأسف الشديد. العراقيين احنا السبب بينا، العلة بينا احنا، ماخذين علينا يحكون علينا هذا سني وهذا شيعي. تسمعني يا العوار؟ نعم. ألو أسمعك أبو مصطفى، ما أريد أقاطعك. نعم عفو. فالعراقيين احنا لو صحيح احنا ونقول ونفعل عندما وصلوا منطقة الخضراء ما فطشوا والله ما خلوا واحد منهم يطلع، لكن هذا الصدر ايضا مثلهم وامثاله، لان الصدر يدعي بيها هو اللي يدعي يموت الكثير من الشباب اللي المنفعل وعنده وطنية، وهكذا كثير من الشيوخ ايضا نايمين على بروس بعض العشائر يقولوا لهم هم مستفادين، طبعا دولارات تجي لعندهم الشيوخ
شوف كل النهار يباوع وين على عقاله وعلى ليش بغضاله وعلى الخاشية وهذه هكذا عدل لو مو عدل هو هكذا والوان المصايب كلها براسنا جوع كتلة نفضنا مؤنة الأمراض سارية مدارس صفر صحة صفر زراعة انتهت بنوبة الفلاح ما يجي له قطرة غازوائل ولا كيمياوي ارجع النوب كل مفاصل الدولة منتهية زين يا شعب إلى متى تقول شو تنتظروا من هذه الوجوه هم ملتهين بملياراتهم وإحنا خبز معدن ناكل يصير هذا بلد هذا مو بلد مو بلد يا عراقيين والله غير يحكون علينا باسم الشيعية والسنية والكردية والعربية واليهودية والصابية والمسيحية هذه كلها حكايات نقول احنا عليها العراقيين كلها يحكون علينا دي. لكن مع الأسف نرجع ونقول مع الأسف الشعب ليش ساكت ليش ساكت خلينا نكون نعلن إعلان واحد كل الشعب ما يروحون لدوار الدولة شوف شو ممكن يديرون هالدولة هذول القواود الأنجاس هذول عملاء المجوس واليهود هسه حاليا إيران دعت نصر وأمريكا دعت نصر كل ما يقول أنا الزود عندي وإذا قالت أمريكا المجوس يقومون يماطلون يخافون لا أمريكا تبطش بهم ولكن ترجع الحقيقة هم كل شيء في سبيل مص دماءنا وخيراتنا ومثل ما بناها بريمر لحد الآن هي شلون وضعها بريمر يا شعب العراقي والله نرجع ونقول مع كل الأسف احنا يصير بينا هيك احنا ثاني بس صدام حسين كان بيه رجل بس صدام حسين كان دولة بيكملوا كان هو اللي كان يفعل كل هذا الفعل اللي كان حاط حجرة على حق المجوس واليهود واحنا هسه عم نقول واحنا هسه اقسم لك بالله ذاك اليوم مهندس في الموصل يحكي لي يقول لي هسه انا اقول عراقي هسه يقول قبل كنا قبل 2003 مرفوعين الراس نقول احنا عراقي يقول بالخارج باوروبا اني يقول هسه اقول انا عراقي شوف شوف لوين وصل بينا الدنيا كله مشينا اعمالنا احنا لان احنا ما وين مواطنيين وين مثقفين خل هذول الحسان الموجودين لكن خلونا نشتغل يا اخوان خلينا نكون صوت واحد يا عراقيين كافي هذه هذا فلاشي وهذا فلاشي بوي انتوا اهل الجنوب ليش ساكتين على البصره هيك سلبيه ليش ساكتين خدروكم اعطوكم مال الشيوخ استعملوا بيه هذا على حاتم كان يدرم قلنا اسكتوا خلها هاي فتحت الصدر طلع ارتشى بمليارين دولار وسكت لكن بالمقاهي ما بدنا نقول احنا اكثر للاسف من بيت معروف لو قيمته لو هيبته كانت قرارته لكن مع الاسف ما بنوها الاجداد هدمنا احنا ما خلينا شيء ابد ما خلينا شيء هش عم تروح اللي على خارج يقولوا لك انت اسف انت عراقي لا. لانه فعلا احنا هدمنا ما بناه اجدادنا مع الاسف اسمعك انا اشكرك ابو مصطفى من الموصل كان معنا اتصال ابو ناصر من تركيا تفضل ابو ناصر السلام عليكم استاذ عمر وعليكم السلام ورحمه الله يا حضرتك وقناه الراديو الله يهنيك بك استاذ عمر دعنا من البرلمان ودعنا من الرئاسات الثلاث انا بس اريد اسال الشعب منو اللي وصل هذول للبرلمان وهي الانتخابات السابقه ما وصلت الا الى 20% من المشاركه من الشعب نعم هاي الانتخابات ما وصلت الى 20% هذول شلون دخلوا للبرلمان وهسه دا يتحكمون بمصائركم ليش ما تطلعون عليهم تقول لهم انتم منو وصلكم لهذا البرلمان بعدين يعني شنو اللي قدم البرلمان للشعب العراقي من 2003 الى هسه وشنو هاي المهزله يعني برلمان يعقد جلسه نص البرلمانيين ينسحبون والكل يعرف بأن اللي يدفع أكثر هو اللي يستلم منصب رئيس قوانين تقاعدية للنواب هو يعرف بأن اللي راح يحصل أكثر من اللي يدفع أنت طرحت التساؤل إيش سوى البرلمان من 2003 لغاية الآن أقول لك شرع قوانين لرواتب التقاعد مالته ومخصصات عالية جدا لنواب السابقين والحاليين جوازات دبلوماسية كل واحد يأخذ هل قد مليون دولار تحسين حاله حتى نذكر بها المشاهد القوانين اللي شرحها البرلمان السابق طبعا كل المصالحهم الشخصيه انا واحد من الناس المتقاعدين استاذ عمر عندي خدمه 33 سنه ونص استلم راتب شهري يعني كل شهر استلم 425 الف دينار نعم 33 سنه ونص 425 الف دينار استلم يعني تقريبا 850 ألف كل شهرين أستلم ويعني والمشكلة أستاذ عمر يعني الشعب ساكت ف
ساكت عليهم وعلى كل اللي دا يسووه. يعني شنو اللي ينتظر من عندهم؟ وهو هسه الشعب مهيئ نفسه لإحياء ذكرى استشهاد سيدنا الحسين عليه السلام طبعا. بس أريد أقولهم يا أخوان، سيدنا الحسين من طلع للكوفة قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لأجل الإصلاح في أمة جدي. وأنتوا تقولون يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طيب كونوا مع سيدنا الحسين وطلعوا إنهوا هذا الظلم اللي دا يصيبكم. لو بس تنتظرون يصعد واحد من المعممين يبتشيكم ويخليكم تلطمون، وهو مو أهل لصعود منبر، وهو يراد لواحد يوجهه وينصحه. يعني إذا أهم منصب ينباع ملايين الدولارات، شنو راح يقدم لكم هذا رئيس المجلس؟ معقولة راح يهتم بيكم؟ لو راح يهتم شلون يعوض اللي دفعه؟ طيب احنا بس نريد نسأل، يعني وين راحت ال 30 مليار دولار اللي تخصصت بمؤتمر الكويت؟ شنو عمرتوا بيها؟ ومنو استلمها؟ واي محافظة من المحافظات المدمرة صار بيها اعمار؟ اقسم بالله استاذ عمر، يعني من خلال ما شفناه من الحكومات والبرلمانات السابقة، ماكو واحد بكل البرلمانيين والسياسيين والوزراء وحتى المديرين العامين ما بيهم واحد شريف، كلهم مجرمين ويدورون على مصالحهم ومصالح عوائلهم. العراق بعد ما يفيده غير النظام الرئاسي وإنهاء هذا البرلمان، وكافي دمار وسرقات للبلد. نعم. إلى متى النظام رئاسي وذولا موجودين؟ هم يلزمها واحد بعد ما يهده. وهو قالها هذا المالك الأرعن، هذا الجبان اللي دمر العراق ودمر البلد ودمر الشعب وقتل ونهب وسرق وما خلى شيء بالبلد، قالها احنا لزمناها وبعد نمطيها؟ يعني هي مال ابوك لو مال عشيرتك لو مال خلفوك؟ انتم حثاله اجيتوا خلف الدبابه الامريكيه، كنتوا تتمنون تستلمون منصب مدير مدرسه او مدير عام بدائره من الدوائر اذا كلش، وهسه استلمتوا بلد باكمله وقمتوا تلعبون بيه لعب؟ ما تخافون من الله؟ وين راح تروحون من رب العالمين؟ يعني هذا الشعب المظلوم، هاي المحافظات المدمره، هذول النازحين، هذول المهجرين، شنو اللي سويتوا لهم انتم؟ وشنو راح تقدموا لهم سواء هذا البرلمان او غيره او رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه؟ رئيس الجمهوريه راح يستلم منصب، راح يعين قرايبه واهله وعوائله مستشارين ويستلمون مليارات الدولارات او ملايين الدولارات كل شهر نقول. نعم. والشعب خليه محروم من ابسط حقوقه، مي ما عنده يشرب. يا دوله من دول العالم ما توفر مي لشعبها يا امه محمد؟ يعني الى متى تبقون ساكتين عليهم؟ يعني نعيدها ونكررها ونقولها يا اخوان، الاجل الله سبحانه وتعالى، هاي مسيراتكم وهاي توجهاتكم لسيدنا الحسين، وجهوها لهالزمره هاي الفازه وطلعوا عليهم هذول وانهوهم. الحسين يرضى لكم ويقبل لكم بهذا العمل. يعني ما يرضى لكم سيدنا الحسين انه تقعدون تطمون وتزحفون وتمشون وترحون وتجون، ما يرضى لكم بهذا العمل. هو طلع على الظلم، انتم تقولون احنا اتباع سيدنا الحسين عليه السلام وطلعوا على هالظلم، وانتم دا تشوفون الظلم اللي صابكم. يعني الى متى تبقون ساكتين؟ مو الناس تدمرت، مو الشعب راح، مو البلد انهار وراحت هيبه العراق. وينك يا صدام حسين خاطر الله؟ وينك انت اللي يا لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا. كان معنا اتصال عدي من تكريت. فضل عدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا شد أقول الله يساعد الشعب العراقي على هالحال، والله يعين العراق ويحفظه. آمين يا رب. الثاني شيء تحياتي إليك وتحياتي للبرنامج الجميل. حياك الله. ودعنا من العبور انه اهل البصره واهل انبار واهل تكريت هذول كلهم شعب واحد. نعم. واتوقع انه ماكو فرق، بس اللي فرق هي هاي الحكومه العميله، الحكومه اللي اجتي، مع العلم انه هي هاي الحكومه كانت خارج القطر، يعني والقوانين كلها تصف في صالح المواطن او صالح الشعب. نعم. بصالح الشعب، يعني أهم شيء المواطن بالدول الغربية أو أي دولة خارج العراق أو خارج الوطن العربي، هو المواطن مرفوع راسه وعايش عيشة نعيمة يعني ومرتاح. أما بالعراق فحدث ولا حرج، والعراق عبارة عن بؤرة مال دماء قتل، إن كان على الهوية أو كان
سني أو كان شيعي فهو تحت الصفر، مراحل الحياة به معدومة. فندعي من الله عز وجل أنه هذا الشعب ينهض وينتفض ويوخر هالشلة اللي باقت ونهبت وقتلت ودمرت العراق في كل مراحل حياته. يعني دمرت العراق من البنى التحتية إلى ما هو عليه، أما العراقي خارج القطر فهو لا شيء. يعني كل مغترب صار له أكثر شيء، يعني أنا واحد من الناس صار لي 4 سنوات وخمس سنوات خارج العراق، لأنه ماكو حياة بالعراق. العراق عبارة عن صحراء وعبارة عن غابة، وتفضل العمايم اللي دمرت العراق تدمير كامل. فأسأل الله، أسأل الله أنه ما يضل ولا واحد بهم، وينتفض هذا الشعب المظلوم اللي محروم من كل مقومات الحياة في هاي الدنيا. وأنا أشكرك. أنا أشكرك، شكرا جزيلا عدي. كان معنا اتصال أبو مريم من البصرة، تفضل أبو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ عمر. شلونك؟ يا أهلا بيك، أهلا وسهلا حبيبي الغالي. هذه المسرحية أنا محتار بها من كم فصل ما أدري، ومخرجها منو أرد أعرفه. هي مسرحية من عدة فصول. نعم. ومخرجها مخرج بارع. هذه من جانب ما أريد أدها، ماكو فائدة يعني، لأنه ألا نتحيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هي قبل كانت لا حياته، وهي الرجولة ترى قطرة أستاذ عمر. نعم. قطرة يعني ذولا متنصلة منهم الرجولة، ذولا مجرد ذكور، ذولا ما أحد يقتنع بهم. وعندي تعليق البارحة قائد شرطة البصرة. نعم. يقول أنا الخارجين أنا أحمي السلميين، وأي واحد يخرج أدوسه تحت الحذاء. يكرم السامع. محشور. نعم. اي فأدي أقول له زين، الغازات المسيلة للدموع تعرف المخرب من السلمي، الماي الحار، الهراوات اللي جاي يستخدموها ضد السلميين. فأرد أشوف هذا قائد الشرطة المحترم من يعبر بهذا التعبير السيء. هو ما يعرف منه يلزم هذا المجرم اللي يحرق واللي يخرب، بس مو بهذا التعبير. التعبير هو ضد المظاهرات كلها. نعم. زين أبو مريم، يوم الخميس تم اعتقال 30 متظاهر. نعم، ومستمرة. مستمرة. نعم. مستمرة. يعني إحنا شو نريد؟ يعني نريد الإنسان يعتقل مو مشكلة، محترم لا يهان، يستثمر منه مثل ما طلع أخذ الأخوة وقناتكم. نعم. قالهم أنا طلعت وموبايلي بعد عندكم. ما مسوي شيء، أنا رجل داعي بالماي، مو؟ نعم. فهذه مو جريمة. فقائد الشرطة من يقول هاي العبارة، هاي عبارة كلش مو صالح الشعب. نعم. ما يصير يعني وصلنا إلى هالدرجة هذه. يعني هو ممكن يطلع لواحد متهور على سبيل المثال، هو مجرد بشر، مو؟ فضروري الاحترام لهذا الشعب المسكين. هذا شعب مغلوب على أمره. والجماعة قاعدين هسه، واحد يقول الحلبوسي، واحد يقول كله كذب. هم مختارين، بس قلت لك ما ندي بيا فصل. نعم. ما ندي بيا فصل احنا هسه. وهاي المسرحية انا ارجع اعرف مخرجها منو. نعم. يعني مسرحية حتى شكسبير ما وصل لهاي المرحلة. نعم. يعني مسرحية بارعة جدا جدا. نعم. أشكرك أستاذ عمر. أنا أشكرك أبو مريم من البصرة. رسالة كذلك من البصرة، يقول أخي عمر، عندنا بالبصرة شكلوا قوات قمع من الحشد على أساس يفرضون الأمن بالبصرة، لكن هم بالأصل قوات خاصة بالاعتقال والقتل. البصرة آمنة من 2003، هسه طلعوا لهم كذبة. وضع البصرة يحتاج إلى تحشيد قوات أمنية. يعني نحن نطالب بما مثل البشر يدزون أسوات والحشد، والله مهزلة. يقول معنا اتصال أم عبد الله من بغداد. أم عبد الله دقيقة. لا والله مو دقيقة، ما أقبل دقيقة. والله راح ينتهي وقت البرنامج، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، ملخص الكلام. نعم. إحنا هاي كل المسرحيات اللي تدار وسوق المزايدة في البرلمان هو كله تحت إشراف السيستاني والمعمنين
زين دعم السيستاني مستفيد لأنه ترجع إلى نسبة من الأموال، وبالإضافة إلى واردات العتبات المقدسة واللي يقومون أيضا بالإضافة إلى هذا مؤسسات خيرية وبحجة مؤسسات خيرية ودينية. فأنا أقول للشعب العراقي كافي ترى تتكلمون باسم الحسين، يتبرى الحسين من عندنا، لأنه كلمة الحسين، الحسين موجود في العراق ومدفون بالعراق، لا احترمنا الحسين ولا احترمنا مقام الحسين، لأن إحنا باسم الحسين قتلت السنة، وباسم الحسين قتلت الجنوب، وباسم الحسين قطعت الماء وقتلت أهل البصرة. وحتى إذا جبت شيعي أو سني لرئيس البرلمان ما نستفيد من عنده، لأنه كلهم فاسدين. السيستاني بارك المالكي بثمان سنوات، ايش سوى للشعب العراقي؟ قتل الشعب العراقي، وين اهل سبايكر؟ وين الشعب العراقي اللي ديعاني من الجوع والظلم؟ هسه يفتحوا لهم كل واحد فاتح له تكيه وما ادري شنو، يقومون بعمليه اللطم واكل القيمه، يقشورون الشعب العراقي خلال هذه 40 يوم. نعم. انا اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا. اذا جلسه البرلمان عقدت اليوم، ولكن نواب تحالف سائرون وائتلاف الوطنية والحزب الديمقراطي الكردستاني والقرار والكتلة التركمانية انسحبوا من الجلسة، كما انسحب محمد تميم، النائب محمد تميم والنائب أحمد الجبوري من الترشح لرئاسة البرلمان. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله أعزائي المشاهدين.